السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد وقصير من قناة خواطر فكرية وقصة جديدة من قصص المستبصرين لنور محمد وآل محمد. سنقل كلام لإحدى الأخوات من ألمانيا. ملاحظة، ستكون هناك ترجمة مرافقة للفيديو، وأشكر القناة التي ترجمت هذا الفيديو لكي أروج به قناتي وأنشره إن شاء الله. الأخت تتكلم إن سبب التشيع التي قادها بأن تتشيع لنور محمد وآل محمد هو عاشوراء، وقضية الإمام الحسين وصبر الإمام الحسين وقضية الإمام الحسين وصبر السيدة زينب. هذه القضية العظمى التي لا يمكن لشخص وإن كان ليس بمسلم أصلا لا يتعاطف مع هذه القضية، ولا يمكن أن يقف على قضية الإمام الحسين عليه السلام ويدرس هذه القضية أو يفهمها بصورة ولو بصورة سطحية كأن تكون قصة الثار ضد الظلم. هذه الأخت تتكلم أنه أنا أعتقد بأن ذرف الدموع من أجل الإمام الحسين عليه السلام هو توفيق من الله، وهذا هو الذي جعلني أتشيع. ستتكلم الأخت على موضوع التطبير، والذي سيكون إن شاء الله لي تعقيبي بعد ما نستمع لكلمة الأخت، والتي أيضا تتكلم على موضوع تبرع بالدم، وتقول الشاب الشيعي يجب عليه، أو إذا عرف معنى كلمة شيعي سيجعل شخص آخر تماما. نستمع لهذه الكلمة من هذه الأخت الموالية من ألمانيا، وبعد نرجع بالتعقيب، فخليكم مع الفيديو. من اصلا یه چیز دیگه از عاشورا، یعنی مهمتر این معرفت برای شیعی شدن من از عاشورا میگیرم، و اون از خود جلسه هست برای امام حسین و توفیق عشق خداوند میده. اون همین بسته برای من و همین باعث میشد من اصلا معرفت به شیعی شدن خودم پیدا میکردم. آره، فکر میکنم اون چون که امام حسین خون داره برای خدا، این فکر مناسبیه، خیلی مناسب تره از اون قمع زنی هست، و اونم بدون پول، یعنی مجانی به یه نفر بده، نیاز داره، کار انسانیته. به نظر من دشمن قشنگ میدونه. اینم برای منم اینجوریه، اگه شیعه جوون میفهمه شیعه یعنی چی هست، اینقدر قدرت پیدا میکنه، اینقدر انرژی پیدا میکنه، اینقدر به نظر من برن تو علم پیشرفت میکنه، تو زندگی پیشرفت میکنه، اصلا موفقیتش جلوی چشمش میبینه و درک میکنه، از همین دشمن میترسه. فکر میکنم دشمن بهتر میدونه چی انرژی از عاشورا میشه گرفت و میبینن، با قدر همینه بعد اینو زود خراب کنن، این روش نکنه تو. بالاخره ما جوانی زیادی داریم و خودم اینو دیدم، یعنی اگر از هیئت پسرم میرن بیرون پر انرژی هستن، خالصن هستن، شادن، انگیزه دارن، این باید خراب کرد. چی اتفاق افتاده برای امام حسین؟ این یه تعامل میخواد، و اگر من فقط میشینم و بیرون یه نفر برای من به این روزه و مصیبت بیان میکنه، همینجوری یه تأثیر میزنه تو دارون من. اصلا فقط باید منتظر بمونم، و این یه تعامل، یه تعامل میخواد، یه لیاقت میخواد، و اگه این لیاقت و این تعامل انسان پیدا میکنه، اون لحظه معرفت به همه چیز پیدا میکنه و بصیرت پیدا میکنه، و فکر میکنم عاشورا همینه میخواد از ما. تو ما هی تو این دنیا این عاشورا تکرار نشه، چون روز به روز به اون داعش تکرار میشه، و
قوی میشیم برای تعامل، چون که این هم تعامل میخواد. نیاز واقعی ما تو این دنیا الان پیدا کنیم و این نظر من ما هنوز نرسیدیم، چون که خیلی تعامل این نیاز ما بفهمیم یه مداری سخت برای قلب انسان و این نیاز به امام زمانمون دیگه. ما این قشنگ درک کنیم و بعداً به اون درک و معرفت ما به قلب ما رسیدیم، به زبون میتونم فریاد کنیم و بیان کنیم برای خدا، شاید اون موقع خداوند صدای ما رو میشنوه و امام زمان ما رو میرسونه. اتكلمت الأخت على موضوع أن الشيعي أو الشاب الشيعي إذا عرف معنى كلمة شيعي سيتغير تفكيره، أو ما معنى كلام هذه الأخت، وتكلمت على موضوع التطبير. المسألة الأولى هي واضحة، أنه تنتمي لعلي بن أبي طالب وتفهم هذه الكلمة بصورة صحيحة، بالتالي سيغير من نمط حياتك ومن أفكارك ومن طريقة يعني معيشتك يعني احتكاكك بالمجتمع، نظرتك للدنيا بصورة أو بأخرى. تكلمت على موضوع التطبير وموضوع التبرع بالدم. طبعا هذا رأيها، هذا يعني ماكو، اللي أريد أبينه أنه تكلمت نعم تبرع بالدم ماكو مشكلة، مثلا إذا شخص قال طبروا أيضا نقول لا توجد مشكلة وتهويل، فكل شخص يحترم الرأي الآخر. فأنا اليوم بقناتي أميل أنه 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 التطبير له وقت محدد، هو ليلة العاشر أو عفوا يوم العاشر من المحرم. أما التبرع في الدم فأنت تستطيع أخي العزيز أن تتبرع في الدم في يوم العاشر وتتبرع في الدم في غيره من الأيام، لكن التطوير هو محصور في هذا الوقت فقط وفقط. فاللي أريد أبينه نعم وجهة نظرها جيدة جدا بأن تبرع في الدم في هذا اليوم تكون مسألة إنسانية، أنه شخص لا يمتلك هذا الدم أنه تكون أنت سبب بإنقاذ حياة، شيء جميل جدا ورائع. وأيضا نقول أنه الذي يقول في التطوير أو يريد أن يطبر والذي لديه دليل ولديه مشاعر جياشة مع الإمام عليه السلام لا تصفوه بأنه شخص رجعي وشخص متخلف، أرجوكم أن نحترم بعض. هذه الكلمة هي كافية لنعرف أنه الذي يتبرع بالدم هو هم نصرة الإمام الحسين، والذي يطبر أيضا هو هم نصرة الإمام الحسين. أما الدخول بالنوايا والله هؤلاء يطبرون على مود الرياء وعلى مود الأخوات يشاهدنهم بموضوع التطبير، فهذه أنت ما مسؤول أنه تدخل بنية الشخص وتعرف شنو. فنحترم بعض ويصبح الموضوع سهل جدا، يصبح الموضوع سهل جدا. هنيئا للأخت وشكرا جزيلا على هذه الكلمة العظيمة، وشكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، وفي أمان الله.